السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من شرح برنامج بيتش 3. هنتكلم النهاردة عن المشتريات. احنا كنا في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن البيرشيس أوردر، طلب الشراء، وطلب الشراء ممكن هتلاقيه موجود في تاسكس هنا في الجزء الخاص بالمشتريات. عندي هنا بيرشيس أوردر، تمام كده. في قبلها سيلكت فور بيرشيس أوردر، لو ضغطت عليها كده تمام بيقول لي سيلكت أيتم ويز مثلا أيتم أي دي، ممكن أقول له هنا أول كل الأيتمز اللي عندك، تمام. الايتم 5 هقول له هنا كمان اول، تمام. الفيندور اي دي اول والباير اي دي اول، يعني انا كده بقول له سيلكت الاصناف بالاي دي هات او باسم او بنوع الصنف، وسيلكت الفيندور بكل حاجه، تمام. والباير اي دي، وهنا كمان ديسبلاي ليست اوف ايتمز بيزد اون، بناء على ايه الكميه المتاحه ولا الكميه اون هاند، تمام كده. والستوك اللي عندي يكون اقل من المينيموم ستوك، يعني اي مخزون موجود عندي. تعالى كده لو قلنا هنا طبعا انا شغاله على الايتم كلاس اللي هي الستوك اللي هو الصنف التجاري، لو جينا قلنا كده اوكي قال لي مفيش ايتم تقابل الفلتر اللي انت عامله ده، تمام. انا كاني بالظبط كده بسيرش على بيرشيس اوردر معين بحاجات معينه او بفلاتر معينه انا قلتها لي، تمام. تعالى نقول تاني كده select for purchase order، تمام. هات لي مثلا دل item ID، كمان انا قلت له هنا select التاريخ كام، بتاريخ 1/2. احنا ال purchase، طب ما ظهرش احنا ال purchase order القديم بتاعنا كنا عاملينه بتاريخ كام، هنقول كده new نرجع له. ال purchase order بتاعنا كان بتاريخ 1 فبراير، طيب تمام. المفروض ان هو لو يقابل الفلتر ده كان المفروض يظهر معايا. طيب بتاريخ 1 فبراير، طيب لو قلت له هنا select by stock، وهنا الفيندر اي دي اول، تمام. وهنا quantity available هات اور اباف المينيمم ستوك، صح. انا ما عنديش حاجه، انا ما عنديش اصناف اقل من المينيمم ستوك، فهقول له هات حاجه في حدود المينيمم ستوك اور اباف او اعلى من كده، تمام كده. تعالى نشوف، نقول له كده اوكي، تمام كده. ظهر عندي ان في لابتوب لينوفو، تمام، معمول دي اوردر، وفي لابتوب ديل معمول دي اوردر. الافيلابل عندي هنا من كل واحد منهم 10، الافيلابل هو الاون هاند 10، والاوردر كوانتيتي الكميه المطلوبه كانت 5، عفوا او نقطه اعاده الطلب 5، وهنا اليونت برايس من كل واحد ده ب 10,000 وده ب 7,000، فانا عندي من ده بضاعه ب 50,000، وعندي من ده بضاعه ب 35,000، وتوتال البضاعه اللي عندي ب 85,000 جنيه، تمام. ومعمول على الاصناف دي بيرشيس اوردر، عدد البيرشيس اوردر المعمول على الاصناف دي هو 1، تمام كده. طيب فبيقول لي هنا الكميه اكسبريس ان ستوكينج يونت، ماشي. ده اصناف عليها طلب او اصناف عليها بيرشيس اوردر، تمام. عندي كمان هنا بيرشيس ريسيف انفنتوري. ايه بيرشيس ريسيف انفنتوري دي؟ لو في بضاعه هستلمها او مشتريات هشتريها، يعني انا عملت طلب شراء، يعني طلب الشراء ممكن بعد منه ادخل انتر بيل على طول نيو بيل، تمام. ممكن ادخل من التاسكس من هنا ان في اصناف تم استلامها اللي هو صنف يعني بفاتوره او بدون فاتوره. لو دخلت من هنا من بيرشيس ريسيف انفنتوري، تمام كده. لو الفاتوره لسه ما وصلتش او الفاتوره جايه في السكه بعلم هنا ويتنج اون بيل، يبقى انا كده استلمت اصناف معهاش فواتير، تمام. طب ايه الفرق؟ الفرق ان ممكن بضاعه تدخل المخزن ولسه معهاش فاتوره، تمام. فلو حصل جرد من الحسابات على المخازن، حصل جرد للمخزن وعايزين نعد الوحدات الموجوده من كل صنف، هيظهر ان في وحدات موجوده عندي في المخزن والحسابات ما تعرفش عنها حاجه، ملهاش فاتوره. فبمجرد ما بعمل هنا ويتنج اون بيل، الشاشه اللي قدامي دي بتعتبر اذن استلام بضاعه في المخزن، تمام كده. فبيكون في صوره منه في المخازن وصوره في الحسابات، بحيث ان لو حصل جرد على المخازن ولقينا بضاعه ملهاش فاتوره في الحسابات، يبقى الحسابات عندها الاذن ده اللي هو اذن استلام بضاعه في المخزن. الحسابات عارفه ان في بضاعه في المخزن بس لسه الفاتوره بتاعتها جايه في السكه، ده الويتنج اون بيل، تمام كده. الدروب شيب دي لو البضاعه
مش جاية عليا على طول، البضاعة دي رايحة لعميل معين، تمام؟ فبيظهر عندي لما بعمل صح على دروب شيب، بصوا كده المفروض البضاعة دي شيبته جاية لي أنا، جاية لشركتي أنا، شركة ألكسندريا تريدنج كامباني اللي في سموحة اللي في اسكندرية اللي في ايجيبت. لما أقول له دروب شيب وأختار من هنا بيانات عميل معين، فبدل ما بيظهر عنواني أنا بيظهر اسم العميل وعنوانه هو. يبقى البضاعة دي أنا هاخدها من الفندور، العربية بتاعتي هاخدها توديها للعميل، مش هتخش عندي المكاسب، بقى طالعة من عندي على العميل على طول. دي فكرة الدروب شيب، تمام كده؟ طيب البضاعة دي أو البضاعة اللي أنا هستلمها دي جاية منين؟ جاية من الأمل تريدنج كامباني. بمجرد ما أنا اخترت الأمل تريدنج كامباني، بص أنا عندي هنا إيه؟ أبلاي تو بيرشيز أوردر ولا أبلاي تو بيرشيز، تمام؟ أبلاي تو بيرشيز دي بستخدمها في حالة إن أنا ما كانش فيه طلب شراء كنت بعتاه للمورد قبل كده. لو أنا مش بعت طلب شراء للمورد، هخش أختار أبلاي تو بيرشيز وأبتدي أملى هنا صنف صنف من الأصناف اللي أنا بشتريهم، تمام؟ لكن لو كان في طلب شراء وأنا بستلم بيه، بفتح هنا واختار طلب الشراء، ممكن الاقي كذا طلب واختار منهم الطلب اللي انا هستلم بناء عليه. فقال لي هنا الايتم 001 اللي هو لابتوب لينوفو ريميننج المطلوب 3، والايتم الثاني لابتوب ديل اللي هو 002 مطلوب 3. ريسيفد استلمت كام؟ ممكن اكون استلمت الثلاثه كلهم دلوقتي، وممكن اكون استلمت مثلا 2 من ده و3 من ده، يعني في صنف هو استلمته بالكامل وفي صنف تاني لسه فاضل لي واحده ما استلمتهاش، استلمها بعد كده مرة تانية، تمام؟ طيب هنا طبعا هما الاتنين متحملين على حساب الانفنتوري رقم 1007، ده الوحدة منه ب 10,000 وده الوحدة منه ب 7,000. 10,000 في 2 في 20,000، و7,000 في 3 ب 21,000، فالتوتال اللي انا استلمته كام؟ 41,000. طيب بيقول لي هنا amount paid at purchase، هل في مبلغ اندفع وقت الشراء؟ يعني 41,000 دول ممكن اكون انا دفعت منهم مثلا 20,000، وفضل عليا لو عملت كده وكليك في اي مكان هنا مثلا 20,000 دول، يبقى انا قال لك فاضل عليك 41,000، دفعت منهم 20,000، يبقى انت فاضل عليك 21,000. وبيسألني ال 20,000 دول دفعتهم من حساب ايه؟ دفعتهم من حساب الكاش ولا حساب السي اي بي ولا اي حساب؟ طب دفعتهم من الكاش، اديني ريفرنس، اي فلوس طالعه من عندي من الخزنه يطلع بيها اذن صرف نقديه، وليكن ده رقم اذن صرف نقديه رقم 1 اللي انا طلعت بيه ال 20,000 دول، تمام كده؟ طب دي ده اذن، دي فاتوره. بص انا بقى شلت صح من الويتنج اون بيل، او انا طالما مليت بيانات تحت، يعني انا كده مش مستنيه، سوري، يعني دي كده فاتوره وصلت لي، لو كنت عملت صح هنا يبقى الفاتوره دي لسه جايه في السكه، تمام؟ فانا كده مليت البيانات والفاتوره وصلتني، والدليل ان انا دفعت جزء هنا. بصوا لو انا ما دفعتش جزء ده، وانا ما دفعتش حاجه هنا، بصوا كده هقدر اعلم على دي، تمام؟ واقول الفاتوره جايه في السكه. طالما الفاتوره جايه في السكه وانا ما دفعتش حاجه، بصوا مش هينفع اكتب هنا، دي مش هتبقى editable، او ان انا ممكن اكتب جواه. لو انا استلمت الفاتوره، تمام، انا هقدر اكتب هنا المبلغ اللي انا دفعته وقت الشراء، بريفرنس نمبر 1 مثلا، او اذن صرف نقديه رقم 1، فخلاص دي كده مش اكتف معايا، ما ينفعش استخدم الاثنين مع بعض، تمام؟ فدي كده فاتوره، دي كده طبعا فاتوره مشتريات، نحط رقم الفاتوره. طبعا دي فاتوره جايه لي من عند المورد، يبقى الرقم اللي هنا ده رقم ايه؟ الدفتر بتاع المورد، مش الرقم بتاعي، مش هيبقى سيريال 1 2 3، لان ده مش مبيعات، مش انا اللي ببيع فالسيريال من عندي 1 2 3، لا دي جايه لي من عند المورد، فالرقم اللي عليها ده رقم ايه؟ رقم المورد. تمام، هفترض مثلا ان انا طلبت البضاعة 1 2 استلمت مثلا 3 2، تمام كده. وهتلاقي هنا الشاشة دي تقريبا هي نفس الشاشة اللي احنا شفناها من شوية في الـ purchase order، تمام كده. طب انا دلوقتي لو جيت اعمل سيف، المفروض تظهر لي مسج لو تفتكروا، ان انا وانا بعمل الفيندور سيت اب فيندور ديفولت والاعدادات الافتراضية للموردين، كنت عملت كريدت ليميت ب 20,000 جنيه، يعني البرنامج ما يسمحليش ان انا، او المورد بيشترط عليا ان انا اخد بضاعه لغايه 20,000 جنيه، لما اسدد يديني تاني. فانا لو جيت اقول سيف دلوقتي للشاشه دي، تمام، البرنامج سيف على طول، وقال لي هنا partially paid، تمام كده partially paid. طيب الدفع يعني جزء منها. بص قال لي هنا vendor balance on 3 فبراير 2021 مبلغ 21,000 جنيه، وعملت كليك كده قال لي كان في بضاعة 41,000 اتدفع منها 20,000، فاضل
21,000 جنيه. ممكن نقول هنا كلوز، و كده احنا بارشلي بي يعني فاتورة مدفوعة جزء منها. يعني انا كده فاضل عليا كام؟ فاضل عليا 21,000 جنيه. طيب كلوز. لو انا حبيت اعدل اي حاجة في الكلام، طبعا هنا ما ظهرش عندي حاجة، تعالى كده نعمل ريفريش للشاشة. فقال لي ان رصيد الفيندور ده 21,000 جنيه. انا عايزة بس اتأكد حاجة من السيت اب فيندور ديفولت، تمام. كريدت ليميت 20,000 جنيه، تمام. هنا اتحطت من ضمن الكاتيجوري الخاصة ب اللي هي أعمار الديون من 0 لـ30 يوم. 21,000 جنيه اللي عليا المفروض أدفعهم في خلال 30 يوم، فهنا معمولة باللون الأخضر، تمام. ده كان شكل فاتورة المشتريات من المورد. هي مش فاتورة، وده يعتبر ايه؟ يعتبر احنا قلنا، عفوا احنا قلنا فاتورة، لأن أنا استلمت ودفعت جزء من الفلوس، فدي فاتورة، تمام كده. لو ما كنتش دفعت حاجة من الفلوس كان هيبقى إذن استلام بضاعة فقط. طيب الخطوة اللي بعد كده المفروض إن أنا أعمل باي بيل. بص أنا دخلت من انتر بيل هنا، قلت له فيو أند إيديت بيلز، وريني الفواتير اللي عندك، تمام. ظهرت عندي الفاتورة رقم 122، دبل كليك عليها إن هي مدفوعة إيه؟ مدفوعة جزء منها، تمام كده. طيب لو عايزة أدفع قبل ما أدفع الباقي، عفوا أنا عايزة أستلم بقية البضاعة، تعالى نروح نشوف حالة البيرشيس اوردر اللي احنا عملناه. كان في هنا فيو اند ايديت بيرشيس اوردر. البيرشيس اوردر بتاعي لسه حالته اوبن، لسه مفتوح. ليه؟ تعالى دبل كليك عليه كده نشوف ايه اللي حصل له. ها قال لي هنا كمية 3 بيسيب استلمت 2، وهنا كمية 3 بيسيب استلمت 3، عشان كده هو لسه اوبن. مجرد ما استلم الواحد اللي فاضل هنا، لابتوب لينوفو اللي فاضل ده، مجرد ما انا استلمه هيحصل كلوز اوتوماتيك للبيرشيس اوردر. تعالى نروح نشوف، تعالى نعمل فاتورة تانية، انتر بيد للنيو بيل، تمام، من الفيندور الامل تريدنج كامباني، تمام كده. بص لسه البيرشيز اوردر مفتوح اهو، نمبر 1 مفتوح بايه بقى؟ ده الصنف ده خلاص مفيش ريميننج، مش مطلوب منه حاجة خلاص. ده اللي كان مطلوب منه واحد لسه ما استلمتوش، فهقول هنا ان انا استلمت الواحد، تمام. 1 × 10,000 بـ10,000 جنيه، تمام. ما دفعتش حاجة منه هنا، تمام. وده استلمته بالانفويس رقم وليكن 137، ماشي. استلمته بتاريخ بعد كده وليكن مثلا ايه 6 فبراير، تمام. تعالى نقول له هنا سيف وكلوز. كده هنا الفيندور ده رصيد 21، او عايز مني 21,000. لو جيت عملت هنا ريفريش زاد عليهم كمان 10، بقى 31,000 جنيه، تمام كده. طيب عايزين ندفع الفلوس اللي علينا للمورد، تمام. عندي هنا باي بيل، اقدر اقول له باي بيل من هنا، او اقدر من تاسك هنا، تمام. اجي في البيل اقول له باي بيل، او اقول له بيمنت، كلهم واحد. انا مجرد ما بختار الفيندور اللي عمل تريدنج كامباني يطبع لي تحت ايه الفواتير اللي عليا، تمام كده. في عليا فاتورة بـ21,000، وفي عليا فاتورة بـ10,000، تمام كده. انا هدفع من حساب، يعني مبلغ على بعضه دلوقتي كام؟ 31,000. تعالى نشوف الكاش فيه فلوس كام. في الكاش في 200، وتعالى لو شفنا السي اي بي بقى، هنا بقى بختار الحساب اللي انا هدفع منه واقدر اشوف فيه رصيد كام تحتيه، تمام. تعالى ندفع من الكاش، تمام، بشيك نمبر 2. طبعا شيك، طالما الكاش يبقى ده اذن صرف نقديه. لو كان اخترت حساب سي اي بي او حساب اي بنك هيبقى هنا رقم الشيك فعلا، تمام كده. الكترونيك بيمنت لو بدفع دفع الكتروني، تمام. هنا بقى لازم اعلم على المبالغ اللي انا هدفعها عشان يظهر معايا هنا ايه كام المبلغ كام. فانا علمت على الفاتوره دي، لو انا هدفع الاتنين مع بعض، تمام، دي 21,000، تمام. تستحق السداد لغايه 4 ابريل، اللي هما 60 يوم، تستحق السداد لغايه 7 ابريل، تمام كده. طيب هنا دي 9,800، خدت ديسكاونت 200 جنيه، تمام. طيب في حالة ان عدى معاد الديسكاونت، او الفيندور هيديك ديسكاونت اعلى او ديسكاونت اقل، او في اي اتفاقات على الديسكاونت، تقدر تعدل المبالغ دي بايديك. انا ممكن اكتب هنا رقم بايدي، تمام. يمكن التعديل في ارقام الديسكاونت اللي بيطلعها البرنامج هنا، ممكن اعدل فيها، تمام كده. طيب ايه كمان؟ نختار بقى تاريخ السداد. هنا تاريخ السداد وليكن 10 فبراير،
تمام، ناخد التاريخ الأول وبعدين نروح نعلم هنا، تمام كده. طيب البرنامج ليه ما طلعليش ديسكاونت على أول واحدة؟ علشان تم دفع جزء منها نقدي عند الشراء، فهو بيفترض إن أنت خلصت الديسكاونت في الفترة الأولانية أو في الجزء النقدي اللي أنت دفعته. طبعا لو ما خلصتش الديسكاونت نقدر نحط مبلغ ديسكاونت هنا زي ما احنا عايزين. نفترض مثلا يعني الفيندور اداني ديسكاونت هنا وليكن 2%، اقول له كده 21,000 في بوينت زيرو، مش 21 بقى، المبلغ كله كان 41، فاقول له هنا 41,000 في بوينت زيرو 2%، تمام. فهيطلع لي، عفوا مش بيحسب هنا يدوي زي البرامج التانية. طيب انا هحسبها بالكالكوليتر كده بره، 41,000 في 2%، 820 جنيه، تمام. فهرجع تاني على البرنامج هنا وهكتب له 820 جنيه، والديسكاونت هنا في الفاتورة الأولانية دي 820 جنيه. ليه؟ لأن أنا دافعة في خلال الـ20 يوم، الفندق بيقول لي بتاعتي خلال 20 يوم، تمام. فالفاتورة كان تاريخها 1 فبراير وانا دافعة 10 فبراير، فاستحق طبعا الديسكاونت، تمام. والفاتورة التانية دي كان تاريخها كام، 3 ولا حاجة فبراير، وانا برضو دافعة، يعني دافعة في خلال 20 يوم كده كده، فانا استحق الديسكاونت. هو حسب لي الديسكاونت هنا 2% من 10,200 جنيه، وانا حسبت الديسكاونت هنا من 41,000 2%، فطلع لي 820 جنيه. هنا بقى الحساب اللي هيتحمل عليه الديسكاونت احنا مظبطينه قبل كده، بيرشل ديسكاونت عملناه في سيت اب فيندور ديفولت، تمام. لو انا جيت عملت سيف دلوقتي لبيان الدفع ده ورجعت باك كده، اقدر اشوف كود اليوميه الخاص هنا من جورنال، تمام. المورد عايز مني فلوس وانا دفعتها، تمام. لما ادفع الفلوس اللي عليا، اولا حساب الموردين اهو بقى مدين، هم فاتورتين، فاتوره 122 وفاتوره 137. حساب رقم 2000 ده حساب الموردين، كانوا عايزين مني فلوس، كان دائن، لما دفعت الفلوس اللي عليا بقوا مدين، مره بال21,000 مره بال10,000، تمام كده. طيب مين اللي دائن بقى؟ الفلوس اللي انا دفعتها والديسكاونت اللي انا خدته، تمام. حساب رقم 1000 ده اللي هو حساب الكاش اون هاند او حساب الكاش النقديه، دفعت نقدي 29,890، تمام، وخدت ديسكاونت كام؟ 1020 جنيه، اللي هما 820 و200، 1020 جنيه ديسكاونت، تمام. احنا حساب الديسكاونت تيكن، الحساب اللي هو البيرشيز ديسكاونت اللي احنا عاملينه مع بعض قبل كده، تمام كده. طيب بعد كده لو جيت قفلت ده كده، امين، اقدر اشوف من هنا ريبورت، عندي هنا مجموعة من الريبورتات، تمام. اقدر اشوف ريبورتات بكل بقى ايه، بكل حاجة. مثلا هنا اقف عند الاكونت بيبل، تمام، الايش بيبل مثلا، الديون اللي عليا تستحق السداد في خلال 30 يوم ولا 60 ولا 90 ولا كذا، اعمار الديون عليا يعني، تمام. كاش ديسبيرمنت جورنال، لو فتحتها كده، تمام، قال لي ان التاريخ 3/2/2021 دفعنا تشيك نمبر 1، تمام كده. الفاتورة 122، دفعنا 20,000، ده 20,000 المبلغ اللي دفعته وقت الشراء، دفعت وانا بشتري يوم 3/2، تمام. بعد كده يوم 10/2، يوم 10/2، تمام، دفعت نقدي 29,980 وخدت ديسكاونت 1020، دي الفاتورة اللي هي 122 والفاتورة 137، تمام. وهكذا بقى مجموعة التقارير الموجودة ايه في اي برنامج نفتحه ونتفرج عليه، مثلا بيرشيس جورنال، تمام، يومية المشتريات بتاريخ 3/2/2021، تمام. قلنا حساب الانفنتوري ديبت، مرة ب20,000 لابتوب لينوفو، مرة ب21,000 لابتوب ديل، الى حساب الاكونتس بيبل، حساب رقم 2000 الامل تريدنج كمباني، الموردين يعني، دائن 41,000، دي يومية المشتريات، نجيب له كل قيود المشتريات، يوم 6/2 بالفاتورة 137، حساب الانفنتوري كان ديبت ب10,000 جنيه، لابتوب لينوفو اللي هو اللابتوب اللي استلمته في الاخر لوحده، تمام، الى حساب الاكونت بيبل الموردين، مورد شركة الامل تريدنج كمباني، 10,000 جنيه دائن، تمام كده. دي فكرة الايه، دي فكرة المشتريات والدفع والروبوتات الخاصة بيها. يعني أشكركم جدا لحسن استماعكم، وألقاكم في فيديو قادم هنتكلم فيه إن شاء الله عن الفويد تشيكس والكريدت أند ريتيرن. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.